من شهر 9/2020 إلى 9/2021 وتحديداً اللي 26/9 لعبنا 29 مباراة. مثل ما انت شايف الحين قدامك الحمد لله احنا دائما على مدار العام في اداره المرافق او بالهيئه العامه للرياضه، وهذا شيء طبعا توجيهات من المدير العام دكتور حمود فليطه او نائب المدير العام الشيخ حمود المبارك الصباح ان نكون جاهزين لاي حدث او اي مباراه تتم في استاد جابر. ومثل ما انتم شايفين الحمد لله تجهيزاتنا من شاشات، من ارضيه الملعب، من ترتان، من كراسي الاحتياط الى منطقه الفي اي بي الى منطقه الجماهير، ان شاء الله جاهزين لاستقبال الحدث الغالي علينا وعلى قلوبنا كلنا ان شاء الله. من شهر 9/2020 الى 9/2021 وتحديدا اللي 26/9 لعبنا بما يقارب او متاكدين 29 مباراه، ما بين دوري، ما بين نهائي كاس امير، ما بين نهائي كاس سمو العهد، ما بين كاس سوبر، ما بين تصفيات لعبات المنتخب، دوري تصنيف، لعبنا جميع اللعبات هني بالساد جابر والحمد لله تمت على أكمل وجه. طبعاً من ضمن الأمور اللي استحدثناها بالأستاذ جابر ولسلامة جماهيرنا الرياضية زين حطينا الحواجز الحديدية الهاند دريل ستان ستيل لزيادة الحماية من بعد الله سبحانه وتعالى، تكون حماية لإخواننا الجماهير بحيث لا سمح الله صار مشكلة شيء كسر يعني الزجاج تدافع لهذا يكون حماية إن شاء الله وسيفتي لاخواننا الجماهير ان شاء الله. اوريكم اياه. طبعا هذا المضمار اللي تكلمنا عليه قبل شوي الحمد لله تم استحداثه على احدث طراز عالمي طبعا الحمد لله، ومثل ما انت شايف تكون من 10 حارات. طبعا من ضمن الامور اللي احنا أساس نحافظ على كفاءة الأرضية ونحافظ على النبتة، طبعاً في عندك مثل ما تعرف مراوح اللي هي الفانز يبنى عدد معين، طبعاً أكثر شيء فترة الصيف إذا كان الجو حار طبعاً تغير شوية من تغير الرياح أو الهواء داخل أرضية الملعب تعطيك دوران معين على أساس أن النبتة تنمو نمو زين يعني. طبعاً عندنا بالساد جابر 4 غرف لاعبين أساس إذا في 4 مباراتين بنفس اليوم يكون كل فريق له غرفته الخاصة فيه، هذه غرفة واحدة من الأربع فطبعاً موفرين فيها جميع سبل لتخدم اللاعب. أي شخص يبي ينظم أي حدث بالساد جابر تكون الغرف أو الخدمات كلها متاحة له، عرفت شلون؟ على شنو نوع الحدث؟ طبعا المنطقة هذه يتم تواجد الفريقين فيها قبل خروجهم إلى إقامة مباراة أو اللعبة نفسها، يتم وجود الفريقين هنا بعدين خروجهم إلى أرضية الملعب من هالمنطقة هذه، ونهاية المباراة طبعا هنا في المكزون اللقاءات مع اللقاءات مع اللاعبين تكون في المنطقة هذه.